نذكرهم أول شيء بهذا الوقف جمعية روم في مكة 300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياة. و 300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياة، هي 300 صدقني راح تجد أثرها في الدنيا وفي الآخرة. وهي 300 هذه بعضهم يخاف يقول وين تذهب، هي تذهب إلى الله سبحانه وتعالى ويربيها لك الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان يتذكر عظمة هذا الحديث، أنا وكافل اليتيم كهاتين. كم من يتيم بحاجة إلى ملابس، بحاجة إلى الأكل، بحاجة إلى خاصة بعضهم طلاب، بحاجة إلى أشياء تغطي حواجه. 300 ريال تشارك بها فرحة يتيم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يسعده ونفك. أحد عنده مشاركة عن الوقف يتكلم؟